مرحبا بكم، شيء يبارك فيك. الحمد لله كل جديد في الأول والزملاء اللي كانوا معنا حاضرين في الكونفرنس. كنا قلت أنه أول هدف بالنسبة لنا هو ضمان 3 نقاط، الحمد لله هذا اللي صار مع بلوز موا مربوط، يعني نجم نقول محترم في ظل عدد المباريات اللي غادي يمشي يكون بالنسبة لنا. الحمد لله نشكر اللاعبين على